الموالي علي بن شيخ، هذا التصريح المثير للجدل. الرجل استمعنا إليه يوم الخميس سي علي، استمعنا إليه وهو يقول جي لامبريسيون، وعندي أيضا قالها عديد المرات، بلي إيزون أبوندوني الكلوب. وفي التصريح الأول قال لك أنا جو مو سير دو لا بريس بور تاكيني لي جوار، باش نقيسهم في لامور بروبر تاعهم باش يفطنوا، وهذه حاجة مليحة. ومن بعد في التصريح هذا الموالي يقول لك حبس، لأنه جبدوا له شوية ودنيه من الفوق. قالك انا ما قلتش بلي زون ابوندوني الكلوب ولا زون اي مو ابوندوني. نستمع. Mais croyez-moi, ils le savent, je les lâcherai jamais. J'ai jamais dit ils m'ont abandonné, j'ai dit j'ai la sensation qu'ils ont lâché le club. On n'a peut-être pas beaucoup de talent. On est tous conscients qu'on a une équipe limitée, mais on lâche pas, on est là. Et vous voyez cette fin de saison comme elle est difficile. Comme elle est difficile, j'ai jamais dit que ils ont lâché le club. قلت بلي j'ai la sensation ou le واش رايك يا سي علي؟ انا الفرنسي اللي نعرفه نقول له الفرنسي اللي راك تتكلم به، فهمت بلي لي زون ابوندوني لي كلوب اي مو ابوندوني. نعم. دوك ولا اللغه الفرنسيه تغيرت وتبدلت ولا بومال واحد اخر ولا واحد اخر، هذه حاجه اخرى. انا الفرنسي خلينا نعاود نولوا التصريح تاع بعد، نعاود نولي التصريح، ما حبيتش نعاود نولي التصريحات اللي من قبل. لا ولو التصريح برك تاع اللي درناه يوم الخميس عقب لقاء الاخير للمولوديه قبل لقاء مولوديه وهران، وين عاودها شحال من مره. نستمع. La continuité de ce mois très pénible où j'ai l'impression que match après match les joueurs abandonnent le club, abandonnent l'équipe. Moi je lâcherai pas. Donc si les joueurs veulent m'abandonner, veulent abandonner le club, qu'ils fassent, qu'ils prennent leurs responsabilités, mais moi je n'abandonnerai pas. Les joueurs abandonnent le maillot, le club, parce qu'on n'a pas le droit de faire des prestations comme ça. Monsieur Baumel, c'est vos propos. Monsieur Baumel, il ne faut pas mentir au peuple du Mouloudia. L'ADN du Mouloudia, il faut être juste et dire la vérité. Sid Khal, Belli, ils ont abandonné le club. Ou du coup, il dit non, je n'ai pas dit. Parce que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Ou je n'ai pas dit. Non. عليه جاب لي ربي ويقول ابوندوني ولا انا مانيش نسمع مليح. على كل حال سي الكلام هذا سي هذا هو على حسب لي ريزلتا اللي راهي فيها المولوديه. هذا الخلطه. لا المدرب انا نظن الحق لواحد المستوى لها بارابور سي ريزلتا. هادو هما. المولوديه نو ميريت با سا. شوف رضوان راه كاينه حاجه، المدرب هذا شحال عنده في المولوديه؟ تقريبا أربعة اشهر ولا ثلاث شهور ونص. معليش ثلاث شهور ولا أربعة اشهر ماشي مشكل. انت باش قبلت المهمه هذه هكذا باش درب المولوديه الجزائر باللاعبين اللي عندك هكذا يا وكي جيت للفريق هذا سيرمون شاف دي ماتش بار فيديو شاف دي ماتش. اليوم انت قبلت المهمه، اليوم راك مخطئ في اللاعبين، ما تحصلش في اللاعبين. باسكو انت ثاني مدرب سال في الريزولتا، كاينوا اللي جوار يسالوا في الريزولتا سيفري صح ما يكونوش حارين. تكون عندك بصمه انت كمدرب. يعطيك الصحه، اليوم ما تحصلش كلش في اللاعبين، اليوم واسمو اللي شاك هدايا نتايا واللاعبين لازم هذه لازم تاسيم. لازم تكون عندك قوه او تحمل المسؤوليه. تحمل المسؤوليه، تكون عندك شخصيه ما تهربش من المسؤوليه. قال لي جوار ابوندوناوني، نو انت اليوم راك في هذا المشروع هذا تاع مدير الجزائر اللي جابوه هنا. انا بالنسبه ليا انا نقول بلي نقدر نقول لك ان بون ترينور يقدر يجيب زعما ريزولتا المولوديه. انت بصح وين تشوف فريق نتايا في كي قريب يخلص العام يحوزوا جوار ومن بعد يحوزوا لي جوار يريجيلي وكونترا، وين ترى هذه؟ هذه ما تصراش. وين ترى؟ نروحوا للتصريح الاخير. عمك على بها اليوم الانصار تاع مولوديه الجزائر راهم يقولوا لي بيري المولوديه. سي نورمال انت تجيب مسؤولين على فريق مولوديه الجزائر اللي ما عندهمش. انت اكزومبل نعطيك اكزومبل، دوك انا نحكم فريق انا بريزيدون، انا ما نقدرش نحاوز فريق نحاوز جوار بقاو 5 جورني ولا 6 جورني. علاش نحاوزو؟ علاش؟ نقدر نعاقب اللاعب. كاين اللي تحاوزو وداو اموال كبيره. لا كاين داو اموال وكاين اللي ما داروا والو باسكو كاين دي جوار ما نسيتيلكش. شنو انا تلاقيت مع لاعب اقسم بالله غير يحلف ويسخط، قال لي والله ما عملت شيء. باسكو انا على زعما شغل اللي كذب باش نديفوندي عليه، انا ما نديفونديش عليه، نهضر حقيقه. خلينا نروحوا للتصريح الاخير محمد قاسي السعيد اللي يؤكد انه بومال باق في المولوديه، يقال بانه
تم التعاقد مع لاعب إيفواري جلبه بومال، وآخر المعلومات تؤكد أن بومال اجتمع بالرئيس المدير العام لسوناطراك، وهو الذي طلب منه أن ينزل إلى معهد الفندقة من أجل ملاقاة اللاعبين وتفاهموا على لا سيزون بروشان. يعني وصل السيد بومال أنه أقنع الرئيس المدير العام، تجاوز حتى حجر جب، وهذا التصريح يبين هذا الأمر. نستمع ونشاهد. تلاقينا وروحاب بالمشروع بالملعب الجديد تاع دويرة وليسونت فورماسيون تاع زيرالدا، وراح نكملوا في المشروع بصحتكم. على كل حال يغيد إلا جمهور المولودية مسكين الذي يبقى يعاني ويتنقل ويطالب بتسريح وبتحرير المولودية. يعني هذا المدرب ما فهمش أنا، النتائج كلها ضده، هو يقول أنا ما قالك أنا جيت في نص الموسم، حتى بوزيدي جاء في نص الموسم ولم ينهزم لحد الآن مع شبيبة القبائل، وحتى عبد الحق بن شيخة جاء في جونفي ونال كأس إفريقيا وحقق نتائج مع جمعية شلف، لكنه يتني على اتحاد العاصمة عفوا، يقول لك يتني على البي دي جي، قالك لو غرون باترون جا شافنا، يعني هو تجاوز حتى حجر جم ولادك خلاص طلع لفوق. يعني خايف غير يزيد شويه، قلت تلاقيت مع وزير الطاقه والمناجم، يعني المولوديه راهي ميكس ما يلحقش للرئيس هو خرج. ما كي تجي تشوف يعني راه في البوديوم ولو كان فارق تاع الاهداف، البوديوم الذي لم يولي شريكك في اي شيء الموسم، خاطر كان الشلف اللي فازت يعني هذا هو المشكل. مشاركه هو رضوان ياخذها بطريقه هذه بطريقه اخرى. عنده العقد تاعو شحال؟ سنتين. لا العقد تاعو يقول بانه في حاله ما اذا ما يلعبش منافسه قاريه ما يكونش في البوديوم هذا العام. لحد الان البيض هي اللي في البوديوم، وغدوه تستقبل شباب قسنطينه. الفريق بامكانه انه ينزعوا من الفريق من النادي، ولكن هو قال لك باللي المدير الرئيس العام راهو مأمن بالمشروع ودويره ملعب دويره وملعب زيرادا. شوف هو المشكل تاع المولوديه والله ماهوش في سوناطراك رضوان، يعني باش تفهم الانصار. انا ما قلتش المشكله في سوناطراك، لا الانصار لم يقولوا المشكله في المشكل راهو في المسيرين اللي حطتهم سوناطراك، هذا هو المشكل ديالو. يعني باسكو سوناطراك يعتمد اموال، لو كان حطت ناس تاع كره قدم، ناس اللي تعرف كره القدم، انا ما تجيش تقول لي انايا هذا اللاعب تاع اللي كان في الشان تاع لو يلعب سينا في المولوديه ايفواري، ماشي ايفواري مداغاسكار مسخر بيه. جيب لعاب كيما هذاك، شافوه دار ان جيست تكنيك خلاص داش العالم وجابوه. لو كان يعني المدير تاع شركة سوناطراك حط الناس تاع كرة قدم، المولودية ما تلحقش هذه الوضعية هادية. تبدو ماشي بيسيميست، مي تبدو حزين على وضع المولودية. يعني نقول له المدرب بصحتك، بصحته كلش. هل سأحرجك بسؤال؟ معليش نحرجك بسؤال وجاوبني بصراحة. هل في يوم من الايام اي مدير رئيس مدير عام تاع شركه سوناطراك اجتمع بك انت ولا ببتروني ولا بباشي ولا وتحدث معكم عن مشروع مولوديه الجزائر؟ جامي. كاميرا ما حكمتكش. جامي. كيف يلتقي بالمدرب الفريق ويهبط الرئيس المدير العام لملاقات اللاعبين في نهايه الموسم الفريق بنتائج كارثية؟ ما الذي يحدث؟ أنا والله لا أفهم ماذا يحدث في بيت المولودية. والله تفهم كل شيء واش يحدث في بيت المولودية يا رضوان، غير أنت اللي تفهم كل شيء. أنا نفهم. أنت تفهم كل شيء. والله ماني فاهم يا أخويا. والله أنت فاهم كل شيء. راك ضارب لي المال. والله غير فاهم كل شيء، ولكن أنا ما والله ما نجاوبك. لأن نورمالمون يعني رانا قدم دوكاتيك نورمالمون كي نقول كلمة تفهم. قلت لك بالمدرب بصحته نورمالمون تفهم صافي تو دير. والأنصار واش تقول لهم؟ الأنصار واش نقول لهم؟ سي دوماج بيبليك باراي اللي مانيفيك فيدال حر، ما عندي ما نقول ريانا دير الله. باسكو لو كان نبدا نهضر على بالي هادي واقيلا تكسر، الوغ بريفير موتير لان غايدني الحال بزاف كي المولوديه كي الكره الجزائريه. خلينا نختموا اذا حسن. تفضل.
المدرب اللي تتكلم عليه لافو ديالو؟ اه قلت لك لافو تاعو، جي با علاش كنا له بصحتك انا تيكون له بصحتك